نعم، هذه هي أحوال المعبر، هذه الجورة أو الحفرة التي تسبب بها الصاروخ أو الصواريخ التي أطلقت من المقاتلات الإسرائيلية فجر اليوم بحدود الساعة 4. حركة النزوح ما تزال مستمرة في حال ما حاولنا رصد هذه الحركة من الطرف الآخر للمعبر. نرى الكثير من الأشخاص يحملون حاجياتهم وينتقلون من الجانب اللبناني إلى الجانب السوري، نساء، أطفال، كبار بالسن. قبل قليل كان هنالك سيد من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا انتقلت بمساعدة أشخاص من هذا الجانب إلى الجانب الآخر من المعبر. بعد أن قصف صار هنالك قسمين لهذا الطريق. نرى السيارات أيضا الآن كيف أنها تحمل هؤلاء الأشخاص، تحمل حاجياتهم وتنقلهم من الطرف اللبناني. أو نحن الآن بين سوريا ولبنان، عبرنا الحاجز من نقطة المصنع اللبنانية إلى الطرف الآخر. هؤلاء سيعبرون إلى جديدة يابوس، النقطة الأخرى من المعبر، وهو الجانب السوري من هذا الطريق. الحالة كما نشاهد هنالك تراجع بالأعداد باعتبار أن الطريقة الوحيدة الآن للوصول إلى تلك المنطقة أو إلى غايتهم إلى سوريا إلى دمشق هو بالوصول عبر هذه النقطة من خلال السير على الأقدام. الآن يمكن أن نرصد بعد لحظات من الآن يمكن أن نرصد أسرة، طفل وأخيه وربما أختها ووالدته مع شخص آخر في المقدمة ربما هو الوالد. هذا يعكس مأساوية ما يجري. هذا منظر آخر من المناظر المأساوية التي تحدث في لبنان منذ أسبوعين تقريبا، مع بداية التصعيد، مع بداية الهجمات، تصاعد الهجمات الإسرائيلية، العدوان، الطائرات، الغارات من خلال الطائرات ومن خلال السفن الحربية، البوارج الحربية الإسرائيلية. كان هنالك حركة نزوح منذ أسبوعين، أكثر من 60-70 ألف شخص انتقلوا من سوريا لبنان، سوريين ولبنانيين. الآن الحركة باتت من خلال هذا المعبر وهو المعبر الأكبر باتت أبطأ باعتبار أنه دمر، أخرج عن السيطرة. لا توجد آليات لإعادة ترميم هذا المكان حتى الآن، ربما مخافة من أن يكون هنالك استهداف لهذه الآليات لمن يريد أن يحاول إصلاح هذا الطريق، باعتبار أن إسرائيل تقول أو تزعم بأن هذه المعابر، وهو واحد من 7 معابر رسمية، هذه المعابر بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة والعتاد من سوريا إلى لبنان خلال هذه الأيام من الحرب.